قضية الأسبوع لهذا اليوم عن دورات ما قبل الزواج لتعزيز التواصل والتفاهم. نعم. يارا، يعني موضوع مهم، كيف اخترتي للبحث؟ بالتأكيد هو موضوع مهم، والدورات التأهيلية وفكرة تأهيل الأزواج قبل عقد القران أو قبل الزواج هاي بحد ذاتها عم تتناقش كتير في الشارع الأردني، وخاصة بين أعمار الشباب أو الشبان والشابات، لأنه في الآونة الأخيرة نسب الطلاق ارتفعت والمشاكل الأسرية زادت، فكان في دائما نقاش حول كيف ممكن نحسن منظومة الزواج وكيف ممكن نحسن علاقاتنا الأسرية، ولها كتير جوانب، هاي واحدة منها. حلو كتير، خلينا نشوف التقرير مع بعض وبنرجع نناقش الموضوع. يسعى المرء دائماً إلى الاستعداد بشكل كامل عند إقدامه على خطوة جديدة في حياته. لربما نجد أنفسنا نسجل في دورات تدريبية لإضافتها على سيرتنا الذاتية والتي تؤهلنا لسوق العمل. وإن دل هذا على شيء، فيدل على مدى تحملنا للمسؤولية وسعينا للأفضل دائماً. فهل ينطبق ذات الأمر عند إقدامنا على خطوة الزواج؟ عند اطلاعنا على بعض الدول الأخرى، نجد أن دورات التأهيل والفحوصات النفسية والاجتماعية مهمة كأهمية الفحوصات الطبية. جميعنا نرغب في حياة أسرية يكللها النجاح، وحالما يصل المرء إلى سن الزواج، تصبح مواويل بدنا نشوف لك عروس ومتى بدنا نفرح فيك تلوح في الأفق. فأين يقف اليوم المقبلون على الزواج في الأردن تجاه استعدادهم لهذه الخطوة؟ مع ارتفاع نسب الطلاق في الأردن مؤخراً لتصل إلى 26,756 حالة طلاق بأنواعه جميعها بحسب منشور دائرة قاضي القضاء في الأردن لعام 2022، لابد أن نلتفت لأهمية اختيار الشريك المناسب والفهم الصحيح للعلاقة الزوجية. وبهذا انطلقت الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج في الأردن عام 2018، وتشمل هذه الدورات التدريب على المحاور الشرعية والقانونية والنفسية والاجتماعية والمالية والصحية. الدورات تعد من قبل معهد القضاء الشرعي بالتعاون مع مديرية الإصلاح الأسري تحت إشراف دائرة قاضي القضاء، ويقوم بالتدريب على هذه الدورات متخصصون في كل واحدة من المحاور السابقة، ومنهم قضاة شرعيون في المحاور الشرعية والقانونية، كما أنها إجبارية للمقبلين على الزواج لمن هم دون سن 18 عاماً، واختيارية للمقبلين على الزواج لمن هم فوق سن 18 عاماً. يلعب الأهل والمجتمع دوراً حيوياً في تشجيع أبنائهم على حضور دورات تأهيل الزواج، وذلك كجزء من استعدادهم لركوب مركب الحياة الزوجية. قد ينظر البعض لهذه الدورات على أنها مجرد خطوة إضافية لتكملة مراحل حتمية لابد من القيام بها لعقد القران، ولكن في الحقيقة هي بمثابة جسر أساسي نحو بناء علاقات زوجية قائمة على التفاهم لضمان نجاح هذه الشراكة. كما من المهم أن يتمتع الزوجان بالصحة النفسية السليمة والسوية التي تنعكس في تربيتهم لأبنائهم الذين لهم الأولوية في هذه الكينونة، وهذا ما نتفق عليه جميعاً. قديش بتشوف إحنا اليوم في المجتمع الأردني بحاجة لهيك إشي لحتى نخلق جيل أوعى وسوي نفسياً واجتماعياً؟ لا بالعكس، يعني مع وبشدة كمان، وهذا الحكي راح يعزز وينمي ثقافات أطفالنا وأولادنا يعني من الصغر. أي إنسان يقبل على الزواج يجب أن يكون مؤهل لهذا الشيء، وليس أن يكون غير مؤهل. وطبعا تأهيل هذا الإنسان تعتبر على الأسرة التربوية التي نشأ بها. الأولاد رح يشوفوا أهلهم، أمهم وأبوهم إيش هم، فهم على هذا الأساس رح يبنوا والشخصياتهم، لأنه العيلة هي المحور الأساسي، الأم والأب هم الرمز للعيلة، يعني هي النموذج اللي لازم نكمل فيه، فلازم يكون نموذج إيجابي. والله مش غلط، فكرة حلوة وممتازة جدا، ممتازة كثير. يعني انت شاب، لو اليوم انت جيتك تتجوز وعرفت عن هذه الدورات، تاخذ عروستك وبتروحوا بتاخذوا هاي الدورة قبل ما تتجوزوا؟ والله احنا اخذنا الدورات من اللي حوالينا،
فعلا يعني من اللي مداوم معي، من اللي شغال معي، من صاحبي، من همومهم، من مشاكلهم. بس يعني انت ممكن تروح تاخذ هاي الدوره؟ مش غلط، صحيح والله، هذا تقلل من نسبه الطلاق والله، لان اللي يتزوج عشوائي ما ترهم هذه، وما مو يعني متفقين على شيء اللي يريدوه. إن هذا الاستثمار الأسري لا يساهم فقط في تحقيق التوازن والتفاهم في الحياة الزوجية، وليس لهذا الدعم الأبوي والاجتماعي أثر فقط على تقليل معدلات الطلاق، بل يجنبنا أيضاً الانجراف نحو مشاكل المجتمع، مما يقلل من الجريمة والاضطرابات النفسية، ويساهم في بناء مجتمع سوي ومستقر. فالأسرة هي مرآة المجتمع، إن لمعت لمع، وإن تخدشت تشوه. نعم يارا، يعطيك ألف عافية. لما نحكي عن هاي الدورات يارا، يعني وين تعقد هاي الدورات وشو شكلها؟ نعم، هلأ الدورات هذه أول شيء هي موجودة من العام 2018، تم توقيفها بفترة كورونا واستئنافها ب 21/8/2023. نعم. أكيد هي تعقد بمعهد القضاء الشرعي تحت إشراف دائرة قاضي القضاء. نعم. ومدتها يوم واحد. نعم. باعتقادك يارا، هل كان رد الفعل بشكل عام من الشارع الأردني إيجابي ولا سلبي تجاه هذه الدورات؟ هلأ الشارع الأردني تحديداً لما بتعطيه التفاصيل كلياتها، يعني في ناس من اللي سألتهم شوي تحدثنا أنا وياهم على جنب، العديد من الأشخاص وخاصة الشباب كان عندهم شوي تساؤلات على موضوع ليش هي إلزامية فقط إذا كان أحد الطرفين تحت ال 18 سنة. من الأفضل والأجدر كان رأيهم أنها تكون إلزامية للجميع، لأنه عم نشوف حالات الطلاق وارتفاع نسب الطلاق موجودة بكل مكان وبكل فئات الأزواج، اللي متجوزين بكير واللي متجوزين متأخر واللي متجوزين في منتصف العمر، فلابد إنه هاي الدورات تكون إلزامية. كمان كان في تساؤل على مدتها، إنه هي يوم واحد، يوم واحد العريس والعروس بدهم يتناقشوا في محاور عدة شفناها بالتقرير عفواً، الشرعية والاقتصادية والاجتماعية وموضوع تناقل الأمراض، هل هذا يكفي فقط يوم واحد؟ أو يمكن إحنا بحاجة لأنه يكون أكثر من يوم أو على مدار فترة أطول؟ نعم، ايش بيعطوا فيها خلال اليوم؟ بتحدثوا، بتناقشوا فيها الجوانب زي ما حكيت لك الشرعيه والاقتصاديه، كيف يديروا البيت. نعم. ماديا ودينيا، حتى موضوع تناقل الامراض بين الشريكين في الحياه الزوجيه، الامور القانونيه، الامور المدنيه وكل شيء اخر. نعم، جميل جدا يا رب. بدي اتشكرك جزيل الشكر، يعطيك الف عافيه على هذا التقرير، ودائما كل اسبوع بكون معنا قضيه جديده. شكرا جزيلا. شكرا كثير لك. يعطيك العافية.